قبل ما تبدأ المقطع يا حبايب طبعا اشتركوا بالقناة وتحطوا زر لايك. ثاني شيء يا حبايب اكو مقطع احطكم اياه بالوصف مال القناة الثانية، روحوا شوفوا كلكم لان باكر حيزيدكم مقطع كلش رهيب على القناة الثانية. وبس يلا نبدأ المقطع. الخبر اول اللي عدنا عن ايمو مار وتهجمه على نور مار وشو وقت راح يصور ويا يارا. فايمو نزع على حسابه بالانستغرام شوت ستوري تطلب المتابعين ان يسألوا اسئلة، فواحد من الستوريات قالوا له ليش وقت راح ترجع اليوتيوب وهل ممكن ان نتصور ويا يارا او لا، فرد عليهم انه ان شاء الله يرجع باقرب وقت ويمكن يصور ويا يارا اكيد. راح احطكم الستوريات ان شاء الله قريبا بدي بلش وممكن بيصير منصور مع يارا وهيك ان شاء الله قريبا يعني جازوا انتم كمان حالكم. انتقل الثاني شغلة في سؤال المتابعين انه شنو سبب اللي كان بينك خلاف بينك وبين يارا؟ فرد عليهم ايمو انه اساسا ما كان لكم اي خلاف لا بين قمر ولا بين انور ولا بينه، ولكن حاول نوعا ما يوضح ان نور مار هو كان السبب اللي يمنعهم انه يحجون ويا بعض. حبيت اوصف لكم هذا الشيء كمان. انا ما في كان عندي مشكلة اي حدا في الفريق، يارا وامار وانور كان ما في اي شيء بيناتنا، يعني ما تخانقنا نحن. حبيت اوصف هذا الشيء. انتقل حاليا القمر ما وصل حسابه بالانستغرام لمليون 300 الف متابع، وبنفس الوقت وصل حسابه بالتيك توك ل 700 الف متابع، فان شاء الله الف مبروك اقبال النجاحات اكثر واكثر يا رب. وطبعا تسوني حبايبي نتبارك لها بالكومنتات على هذول الانجازات. نروح حاليا المفاجآت ونبدا بيارا مار اللي نزلت شوية ستوريات تعليمية خلال انه قاعدة تصور مقاطع رهيبة هي وصديقاتها. وبنفس الوقت يا حبايب نشكر متابعي على الدعم ووصول قناتها باليوتيوب 200 الف متابع وعلى الدعم اللي بالانستغرام. مرحبا يا جماعة، حبيت احكي بهذه الستوري، اسفة انا ما شفت ما حسنت انزل الستوري لا مبارح ابدا، لانه كنت عم صورت لكم فيديوهات كتير حلوة فحبيت نزل لكم هذه الستوري لكم. عن جد يسلموا كتير كتير على 200 الف وعلى الدعم الحلو اللي بجنن، اللي حرفيا ما تركتوني ابدا ابدا ابدا. انا متاكده انه ممكن نوصل بهي القناه مليون باسرع وقت، والترندات اللي كل يوم عم تطلع والشغلات والتفاعل الحلو والدعم على الانستغرام بجنن، كل شيء كل شيء كل شيء عاجبني. عن جد شكرا كثير لكم ودعمكم الحلو، بحبكم كثير 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 كثير. اما بالنسبه لنور ما في نزل شويه ستوريات، وبهذه الستوري تطلب من متابعينا انه يدعوا له انه الله يوفقه، فهو حاليا مسافر ولحسب ما اتوقع انه مسافر دبي وكان مجهز لنا اشياء كلش خرافيه هناك، ولكن انا وانا ما شويه خايف هو فيطلب المتابعين يدعوا له. بتمنى تكونوا حبيتوا الستوريات اللي عم ننزلها يا جماعه، بس عم بحاول قدر المستطاع انه انزلكم ستوريات لانه عم بقاطع وهيك، بس انا بحب اكون ستورياتي في لها نفس، بس انا ما لي نفس فمشان هيك رح احاول انزلكم اكثر. ادعوا لي بس في شغله جاي كلكم عم تكتبوا لي بالخاص نور قلنا ايش الشغله لحتى ندعي لك عليها ونذكرها، جبتوا لي مناطن وضعف. باختصار انا رايح من هالبلد قريبا جدا كثيرا، لوين كيف وايمت راح اخبركم ان شاء الله بس يجي وقت. نختم اخر شيء بيسان وانس الشايب واستهزاءهم بمحمد جواني. فبيسان وانس الشايب نزلوا على حساب انس بالانستغرام شوت ستوريات بهذه الستوريات حاطين بها ايموجي مال غمزه وبنفس الوقت ايموجي قلب محروق، قاعد يغنون انهم المسيطرين وقاعدين بنص تركيا، وبيسان قاعده تغني اغنيه مسيطره من الواضح انهم قاعدين يغضون جواني. احط لكم الستوريات تشوفوها. كهرب وما حدش للويل دراع، انا الاميره انا كفايه غيره وبلاش، انا ملكه يا ابني صعب تلعبني خاف مني ايوه اصلي مسيطرة. طبعا هذا الشيء كلش استفز متابعين محمد جواني لدرجة انه صاروا يهددون بيسان وانس بالقتل وصاروا يراقبوهم، فهو من الاشخاص الزول يصور انهم قاعدين يراقبون بيسان وانس شايب وقاعدين يهددوهم بالقتل، واحد من الاشخاص اعلن انه بفترة كلش قريبة هم راح يموتون او راح يتم اغتيالهم. ان شاء الله يا رب ما يصير هذا الشيء، طبعا احنا بالنهاية مشاكل السوشيال ميديا ما ردت تحول الارض الواقع، ان شاء الله ما يصير شيء عليهم. ونتمنى من محمد جواني انه يطلب من متابعينا انه يهددون على انس وبيسان اسماعيل. وبصراحة يا حبايب اكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر. وبصراحة هنا وصلت لمقطع، من المقطع عجبكم تحطوا لايك اشتركوا بالقناة جنكم فيزيا وخاصك الخصص. مع السلامة. ثاني شيء يا حبايب اكو مقطع احط لكم اياه بالوصف مال القناة الثانية، روحوا شوفوا كلكم لان باكر حيزيدكم مقطع كلش رهيب على القناة الثانية.